بسم الله الرحمن الرحيم. دائما سلسلة بايثون بالمغربي ودائما في مقاربة الكائن او لابروغراماسيون اورينتي اوبجي. والهدف ديال هذا الفيديو هذا هو معرفة لي ميثود دو كلاس. اذا الفيديو السابق تطرقنا الى لي كلاس اتريبيوت او لي زاتريبيوت دو كلاس، فوالا، لان دائما هناك مواصفات ذاتية للكلاس تسمى لي زاتريبيوت دانستونس. المواصفات كان نيميرو نون برينو ادريس، وهناك بعض المتغيرات وهي متغيرات تقنية نستعملها عادة للحساب اكسترا تسمى دي زاتريبي دو كلاس. فوالا، هذا الفيديو سنتعرف ان شاء الله على لي ميثود دو كلاس، ودائما ان شاء الله سنقوم بتذكير كيفية كتابة كلاس، كيفية مناداة الكونستركتور او المعرف الى غير ذلك. إذا سنقوم إن شاء الله بخلق مثلا كلاس ليفر، دائما كلاس حمل، دائما نبتدي كلاس ليفر نقطتان، ثم نقوم بخلق مثلا أنا أتريبي دو كلاس، يعني متغير خاص بالكلاس، يعني عندما نريد أن نستعمله نطلب اسم الكلاس بوان اسم الأتريبي. وبالتالي سنقوم إن شاء الله بنومبر دو ليفر، فوالا، سأقوم بإعطاء قيمة أولية هي صفر، فوالا، سأقوم باستعمال أن كونستركتور ولا إنيسي فونكسيون سيلف، فوالا، يعني ما يعرف بالكونستركتور ولا ديفاين كونستركتور تيريد لويت إنيس، فوالا، إن شاء الله إنيت، فوالا، ودائما نذكر الخواص الموجودة أو لي زاتريبي دانستونس يعني فاصلة مثلا سيكون عندي كتاب يميزه عنوان تيتل ولا تيتر أون فرونسي تيتر، فوالا، ثمن مثلا فاصلة نومبر دو باج باغ إكزومبل، عدد الأوراق مثلا الموجودة في الليفر. سأقوم بخلق إن شاء الله الكونستركتور، يعني سيلف بوان تيتر تساوي تيتر، فوالا، سيعطيني تيتر سيلف بوان بري مثلا، بري تساوي بري، فوالا. ثم الخاصية الثالثة سيلف يعني بحال ديس، يعني تشابه ديس في لي لونغاج دو بروغراماسيون كوم سي شارب او بيان جافا. اذا سيلف بوان ان بي باج، ان بي لي باج نساوي نومبر دو باج. اذا تيتر بري نومبر دو باج سون دي زاتريبي دانستونس، نومبر دو ليفر سي ناتريبي دو كلاس. عندما نخلق اي اوبجي او اي اوبجي ليفر يجب ان انكريمونتي هذا الفاريابل نومبر دو ليفر مثلا، ناخذ والاستعمال دائما لاستعمال لي زاتريبي دو كلاس ام بي، دائما اسم الكلاس بوان ليفر بوان نومبر دو باج بلس ايغال ا، يعني ليفر نومبر دو باج ايغال نومبر دو باج بلس ا. الحمد لله. اذا ساقوم ببرمجه داله اخرى، هذه الداله تسمى تسمى ميثود دانستونس. اذا ناخذ ثاني اون ميثود اخرى دانستونس مثلا افيشاج باغ اكزومبل لكي اميز افيشاج، فوالا. دائما لي ميثود دانستونس يبتدي بسيلف، فوالا، الحمد لله. ساقوم بنشر مختلف هاد العناصر باستعمال برنت، هادي باستعمال برنت، فوالا، مثلا فاصلة مثلا تيتر دو بوان، سأقوم ب إن شاء الله سيرف بوان تيتا، فوالا، فاصلة، ناخذ مثلا البخي ديالو دو بوان، ناخذ مثلا سيرف بوان لو بخي ديالو فاصلة،
ناخذ مثلا هنا ا نومبر دو باج ولا نومبر دو باج ناخذ سيلف بوان نومبر دو باج. إذن هذه الدالة ميثود تسمى ميثود دانستونس، ميثود دانستونس. دابا سأبرمج إن شاء الله دالة أخرى ولكنها ليست انستونس ولكن دالة عادية، يعني دالة تابعة للكلاس وتسمى ميثود دو كلاس ولا كلاس ميثود. إذن دائما ديفاين لي يكون دالة وسأسميها مثلا كالكول، كالكول دي نومبر كريي، كالكول مثلا اوبجي كري. فوالا الخاصية دابا ما تكونش عندي سيلف، تكون عندي مثلا كلي، تكون المو كلي كلاس. فوالا فوالا المو كلي كلاس. فوالا سأقوم ببرمجتها، يعني برانس مثلا توتال دي زوبجي كري، مثلا توتال دي l'objet créé égal d'aimer l'ICML attribut de classe ism classe d'aimer ism classe livre point l'attribut le nombre de livres. فوالا إذا الحمد لله هذا عبارة عن كلاس يحتوي على بعض الدوال الخاصة بالتعريف لانستونس وبعض الدوال الخاصة بالكلاس. إذا هناك دي ميثود دو كلاس ودي ميثود دانستونس. فوالا إذا سنطبق إن شاء الله بخلق أوبجي دو تيب كلاس. فوالا فوالا ناخذ مثلا ان اوبجي بسم الله. مثلا اذا استعملت مثلا كالكول اوبجي كري ستكون صفر، لان مثلا اذا للمنادات على ميثود دو كلاس دائما اسم كلاس بوان اسم الميثود، وبالتالي قد استعمل مثلا ان شاء الله مثلا ليفر، ليفر مثلا بوان كالكول نومبر دوبجي كري. فوالا إذن النتيجة ستكون حتما إيكالا زارو. إذن هناك خطأ بالنسبة للسيلف. إذن الحمد لله هناك خطأ جيد جدا. قلت سيدي هنا ركيرد سيرف زعما كاين هنا، خاص تكون عندنا مثلا بلاصه كلاس تكون عندنا سيرف، ولكن يجب تذكير بايثون بان هذه الميثود، هذه الداله هي عباره عن داله خاصه بالكلاس، وبالتالي ساستعمل تقنيه مثلا بان كالكول، هذه الداله التي اسمها كالكول objet créé égal à تتسمى class method. إذن يجب أن أكتب class method بين قوسين اسم الدالة. إذا لاحظ بأن لاحظ بأننا في نفس المستوى نكتب. إذا سأقوم بالتطبيق هنا ران. فوالا إذا نومبر دوبجي إيكالا صفر.
جيد جدا. ولا إذا دائما عندما نريد أن نبرمج دالة خاصة بالكلاس يجب أن أستعمل اسم الدالة تساوي كلاس ميثود، يعني يجب أن تخبر الكومبيلاتور بأن هذه الميثود هي عبارة عن دالة خاصة بالكلاس. إذا سنقوم بخلق أوبجي آخر مثلا ليفر ال إيجالا بدون استعمال نيو، ولا ليفر، سنقوم بالمنادة على هذه الدالة الكونستركتور باستعمال ثلاث بارامترات. إذا مثلا ليفر مثلا لونغاج بايثون، تخيل الاسم هو لونغاج بايثون، الثمن هو 140 درهم مثلا، وعدد الصفحات تساوي 300 صفحة ولا و 7.15 عدد صحيح. مثلا سأعيد أن سأنادي الدالة كالكول أوبجيك كريي، حتما النتيجة ستكون إيكالا واحد ولا، إذا لتكون النتيجة إيكالا ولا سيضا سنقوم ب run. هناك إشكال، هناك إشكال بالنسبة للتيب ليفر has no attributes no page، أنا غلطت استسمح، إذا هناك خطأ. أحسن أشياء هو وجود الأخطاء. أنا سألت نمبر دو ليفر كنترول سي كنترول في، فوالا الحمد لله. ولا إذا سأقوم ببرمجها ران، النتيجة هي واحد. مثلا عندما سأخلق أوبجي آخر كنترول سي مثلا كنترول في، سأقوم مثلا ال أ مثلا، إذا نمبر دو أوبجي كري 2 الحمد لله. إذا ما يهمنا هو وجود الكونستركتور، وجود أن أتريبي دو كلاس، أتريبي خاص بالكلاس. هذه تسمى أون ميثود دانستونس، فوالا هذه تسمى ميثود، تسمى أون ميثود دو كلاس، ولكن يجب أن نستعمل كلمة المفتاح class method للتأشير على أن هذه الدالة هي عبارة عن دالة تابعة للكلاس وليست instance، لأن غالب دوال instance دوال تبتدئ بكلمة self. إذا شكرا على الانتباه وإلى اللقاء، وحتما إن شاء الله سنقوم بحل تمرين يحتوي على أسئلة كلاسيكية جدا لفهم برمجة الكائن باستعمال بايثون. شكرا على الانتباه ديالكم.